المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الفترة المفتوحة الثانية، تتعلق بالمباراة الكبيرة التاريخية إن شاء الله، المريخ أنيمبا، والتي إن شاء الله تبث حصريا على قناة الخرطوم الفضائية. انطلاقة المباراة الساعة 3 عصرا بعد غد الأربعاء باستاد الهلال، ذهاب دور ال 32 دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. إن شاء الله هذه الفترة تشتمل على العديد من الفقرات المتنوعة، سنتحدث عن تاريخ المريخ، إنجازات المريخ، وأيضا أهداف وأناشيد للمريخ، وأيضا معنا ضيوف كرام من أسرة نادي المريخ. وإن شاء الله غدا الثلاثاء تستمر الفترات المفتوحة حتى بعد غد الأربعاء موعد المباراة. الأربعاء يوم مفتوح منذ 9 صباحا حتى 3 عصرا موعد المباراة. نعود لغرفة التحكم، بعد ذلك نقدم بالتفصيل فقرات هذه الفترة المفتوحة حول مباراة المريخ أنيمبا باستاد الهلال، وحصريا البث حصريا على قناة الخرطوم الفضائية. الصفا كانت في الميعاد والأحمر الوهاد جذل، الصفا كانت في الميعاد والأحمر الوهاد جذل. انت زي مصد الهوى وملك النجوم، انت البطل. مريخ عظيم اسمه الزعيم، فخرا وذكرا للوطن. مريخ عظيم اسمه الزعيم، فخرا وذكرا للوطن. روعه وجمال اخلاق وفن، بقعد عليه مر الزمن. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الأعزاء، دعواتنا بالفوز للمريخ العريق السوداني عصر بعد غد الأربعاء باستاد الهلال، ذهاب دور 32 دوري أبطال إفريقيا، وأيضا دعواتنا بالنصر المؤزر للأمل العطبراوي الساعة 3 عصرا غد باستاد الهلال أمام ضيفه فريق ساليتاس البوركيني بطل بوركينا فاسو. وأيضا يعني دعواتنا للهلال بالفوز على الأشانتي كوتوكو في غانا الساعة 5 بعد غد الأربعاء. وأيضا الدعوات موصولة لهلال اللبيض ممثل السودان الثاني في الكونفدرالية عندما يضيف على نامونغو التنزاني بعد غد الأربعاء ذهاب دور 32 في الكونفدرالية الإفريقية. إن شاء الله يعني فرحة كبيرة إن شاء الله لجمهور وعشاق كرة القدم في السودان، والشعب السوداني حقيقة يحشق كرة القدم أيما عشق. يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو خلال هذه الفترة المفتوحة الأستاذ الصحفي أبو العلا محمد البشير من صحفي المريخ، وهو سكرتير سابق لجريدة المريخ، وأيضا عمل يعني بالمملكة العربية السعودية. مرحبا بك أبو العلا محمد البشير. مرحبا بك أخ طارق، ومرحب بأسرة اليوم المفتوح لمباراة المريخ وأنيمبا، ومرحب بالطاقم الفني لهذه الفترة المفتوحة ولأسرة قناة الخرطوم الفضائية. أنا سعيد بوجودي بينكم. طبعا يعني أنت قمت في المملكة العربية السعودية فترة طويلة، يعني أنت عايد من المملكة العربية من قربة لسنوات عديدة، يعني كيف ترى المريخ الآن؟ يعني والله شوف المريخ نحن بالنسبة لنا عشق، والعشق ما بتغير جوا الإنسان، لكن شنو في
اشياء انت بتلقاها كده اتغيرت. مثلا نحن بنعاين للبنيه التحتيه في المريخ ماشي في تراجع، مثل اذا تكلمنا عن الاستاد والنادي، اول المناطق المجاوره للاستاد والنادي يعني شكلها ممكن اقول لك في تراجع كثير جدا جدا، حتى على مستوى المناشط على مستويات كثيره في تراجع، وتراجع مخيف جدا جدا. ما يعني الواحد بيجي بيعدي فتره وبيجي راجع بيشوف ما بشوف في شيء ملموس انه ممكن يحصل التقدم شويه لقدام، لا بتحس انه في حاجه راجعه لورا. يعني حتى اذا تعينت للاماكن اللي حول ما بين الاستاد والنادي بس هي بتكفيك يعني. ففي اهمال، وده انا برجع مجلس الاداره، كله برجع مجلس الاداره يمكن المجلس الحالي برجع له هو تماما يعني. طيب يمكن نتطرق خلال هذه الفتره المفتوحه حول مباراه المريخ نبا عن دور مجلس الاداره، لكن برضو يعني من الايجابيات الحقيقيه لمجلس الاداره بقيادة الرئيس آدم عبد الله سودكال الفوز بالدوري الممتاز ثلاثة مرات متتالية في آخر ثلاثة مواسم، إنجاز كبير يمكن حدث في الفترة من 2000 ل 2002. صح فيعني ده فعلا ده إنجاز كبير وإنجاز يحسب للمجلس تماما. في شيء ثاني، في شيء ثاني إيجابي أنا بحسبه للمجلس يعني. المجلس موفق جدا جدا في كل التسجيلات منذ أن تولى هذا المجلس بقيادة آدم سودكال ومجموعته، موفق جدا في التسجيلات. يعني إذا المريخ سجل 4 لاعبين في السنة بيكون فيهم واحد يعني كده بيكون مثلا ما توفق ما كده، لكن معظم تسجيلاتهم حتى الفترة الأخيرة المريخ سجل لاعبين يعني بمستوى عالي. إذا تكلمت عن وجدي عوض، إذا تكلمت عن مصعب كردمان، إذا تكلمت عن سيف الدمازين، اذا كان بتاعنا احمد عبد العظيم حارس الابيض، ده لاعبين مميزين جدا جدا بالمناسبه، وكرونجو. فالمجلس ده موفق جدا في التسجيلات، وبيعرف يتعامل مع التسجيلات تعامل ايجابي. يعني لحد الان تسجيلات المجلس انا شايفها ايجابيه جدا جدا، وهي الاساس خلت المريخ عنده فريقين. المريخ زمان انت لو تذكر برضه في فترات كثيره جدا جدا التسعينات وبدايه الالفينات المريخ كان عنده تيمين، وزي ما كان طوالب كلمنا المرحوم جاد الله يرحمه. ايوه جاد الله، جاد الله زمان الله يرحمه، البدلاء ايوه نفسه الاحتياط نفسه بنفس يعني المستوى. يعني الاول يعني تشوف المباراه في التمهيد الاولى اللي كانت يعني المريخ فقد خط دفاع كامل، اصابات دخلوا بالعكس زادوا الريتم بتاع الفريق. يعني ما تحسد انه امير صلاح نمر أمير اساسي، صلاح نمر اساسي، حمزه داوود اساسي. أيوة. حمزه لعب مصاب، لكن دخل احمد تنبيش، دخل كورونجو جديد، يعني كده في اضافات كانت نوعيه. فالتسجيلات تحسب للمجلس تماما. والله طبعا ده شيء مهم جدا، لكن افتكر من الحاجات اللي جمهور المريخ ندم عليه او بيوجه صوت لهم للمجلس انه فقط حارس المرمى علي عبد الله ابو 20 واصبح يعني. والله انا اقول لك حاجه، انا 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 انا, أنا مع ذهاب ابو 20. اذا اللاعب اساسا عنده رغبه يمشي لنادي ثاني يمشي، المريخ ما لا يتوقف على احد على الاطلاق. يعني مش ابي 20 ولو ابي 20 ومنجي الحارس الاول. ايوه هو الاول، هو قدم مستويات مميزه جدا جدا، اصبح الحارس الاول في السودان، حارس المنتخب، ما في كلام، لكن هو رغبته يمشي خلاص. يعني حتى اذا المجلس بدا يتعامل معاه، وهم اساسا في خطا حصل من اللاعبين الاربعه او الثلاثه نقول رمضان ومحمد رشيد وعلي ابي 20، لا بخدمه ما جاي جديد، ديل مش وقعوا عقودات مع الهلال. نعم. يعني دي ذات خطوه ما سليمه. انت تلعب في نادي احترم النادي، احترم النادي ده، احترم جمهوره، وحتى اذا مجلس مقصر احترم جمهوره اقل حاجه، وتعال لمجلس المريخ بالباب يا اخي والله انا في عرض جاني كده من الهلال. هو سي رمضان ومحمد رشيد رجعوا لصوابهم ووافقوا المريخ، ابو 20 اصر انه يمشي خلاص، الناس المريخ ما ممكن يمشي يمسكوه، لا والله التسجيل لنا، لا خلاص المريخ فيه حامد بريمة، الهادي سليم، الطيب سند، عبد العزيز عبد الله، حراس على 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 مستوى مثل السودان. عايز اقول عبد الله مثل السودان وفاز بكاس افريقيا. حامد بريمة كان ضمن افضل 10 لاعبين في 1990 حسب يعني الاحصائيات الفيديوهات الاتحاد الافريقي. أيوة الكاف. ايوه يعني لحد الليله انا مثلا اولادي في البيت ما شافوا حامد بريمة، لكن بيعرفوا انه في امريكا كان في حارس اسمه حامد بريمة، كان مميز، كان صغر، كان كذا، كان كذا افريقي. ايوه فالحاجات دي هو حامد والهادي كلهم مع بعض
خطوا تاريخ لنفسهم. حتى اكرم الهادي سليم يعني من الحراس المميزين في امريكانو مشى ما ما المريخ ما 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 تاثر بحارس. الان منجد بيقدم مستويات مميزه جدا، عمرو عبد العظيم في الصف واقف مع محمد مصطفى حراس مميزين. استاذ ابو العلا محمد البشير قبل شويه قلت كلمه يعني حقيقه مهمه جدا جدا، يعني جمهور المريخ يعني جمهور ياتي للمشاهده التمرين باعداد كبيره، الاف يحضرون التمارين، اما المباريات خاصه الافريقيه بتجد الاستاد حوالي 40,000. يعني ده عنصر مهم جدا، يعني اعتقد انه اللاعبين دائما يراعوا يعني هذه المساله، عشق جمهور المريخ داخل الاستاد وفي ام درمان وفي الخرطوم والولايات وحتى خارج السودان، يعني دي مساله مهمه جدا، يعني اديك فرصه تعقب عليه. ايوه حقيقه يعني السنوات الاخيره حتى انا قبل ما ابدا في فتره الغربه دي كنت لما نجي مباراه وانا كصحفي عندي بطاقه بتدخلني في مكان مريح بحاول اجي بدري برضو ما بتلقى مكان. حتى لما انا دائما متعود ادخل مع الجمهور، ما بدخل ببطاقتي في مقصوره، لا بدخل مع الجمهور بكون قاعد بستمتع بالكوره هنا لانه المقصوره بتغيبني، وانا لما في حاجه جميله هدف جميل لقطه جميله بعبر عن حاجات جواي، بكون كمشجع بخط الصحافه دي برا وبجي بستمتع انا بالمريخ. خلاص ده ما شغل، ده انا جواي برضه انا بشر جواي احساس تجاه المريخ تبع الشغل بحبه، بحب الابداع اللي فيه. فعلا الجمهور ما اقول لك شنو قلة، هو قلة في مباراه المريخ قلة كثير جدا جدا. يعني انا حضرت مباراتين افريقيات الجمهور ما بمستوى نادي المريخ قبل ظهور جائحه، وحصلت ايوه والناس نشطت كثير في الاعلام في القنوات الفضائيه في الصحف في الاذاعات حتى في جمهور الهلال في انكماش كده ما تعرف هل هو للحاله الاقتصاديه، هل هو ما مقتنعين بمستويات اللاعبين، في شيء كده ما مفهوم. يعني قبل يعني جمهور المريخ جائحه كورونا ايوه قبل جائحه كورونا والوضع كان يعني المباريات بتدخلها ب 100 ب 50 الشعب كان ب 50 يعني ما كان في مشكله كده يعني ماليه بالنسبه ايوه في مشكله. المشكله دي دوري بيجي على روابط المشجعين ودي يعني احنا ما عندنا في السودان. احنا الان التشجيع بيجي اولتراس، المريخ فيه اولتراس محترم جدا جدا في التشجيع، لكن هو الاولتراس عنده دور محدد وعندهم ليدرز بيقودهم يعني يمين شمال شمال، ما عندهم علاقه بانه يقولوا الناس تعالوا. هنا في دور غايب كان بيقوم به زمان روابط المشجعين، اذا تذكر خالد ليمون الحي بصوت مجدي في المريخ. نعم. ديل كانوا بيناشدوا الجمهور وبيحشدوا الجمهور. الان لجنه التعبئه هي بتقوم بالدور ده، لكن بتقوم بالدور ده في نطاق ضيق اللي هو النطاق اللي حول الناس اللي في التعبئه، لجنه التعبئه. ما في كده. فدي برضه في دور على المجلس. المجلس المفروض يعمل 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 حياه تشجيعيه، يشوف منافذ استقطابات جمهور. الجمهور ده ما داير حاجه كده. مثلا ممكن هسه انا اذا جبت مثلا في قناه الخرطوم الفضائيه اذا استعنت بالتيش مثلا او ببكري انه يعمل مناشده الجمهور بيجي، انا متاكد بيجي. يعني الديش لما نقول الجمهور تعالوا ندعيكم تشجعوني بيجي يستجيب. ايوه اذا سيفتري قالوا احنا محتاجين لكم يا جمهور المريخ بيجوا. فما ما في قصور في احتياجات كثيره. طبعا مجالس ادارات الانديه، يعني السؤال هو يعني ما هو الدور الذي يعني المنوط يجب ان يقوم به مجلس اداره اي نادي تجاه النادي، لانه النادي يعني مش فقط فريق كرة قدم، يعني المريخ كيان، المريخ أمة مثل جاره الهلال. فدور مجلس الإدارة في الارتقاء بالنادي وبالرياضة. فعلا أنا قلت لك المجلس ده قد يكون الظروف ما ساعدته أو المجلس نفسه ما ساعد نفسه في بداياته. يعني أول خطوة عملها المجلس 2017 كان جاء اول ايوه اول خطوه اتذكر لما جاءوا استلموا اول خطوه عملوها ابعدوا من الشورى. مجلس الشورى فوق اخطاب المريخ فوق اذا كنت عن طه صالح شريف محمد الياس محجوب المرحوم عبد السلام العجيل الفريق منصور، يعني هم اساسا شبعوا بروح المريخ وشبعوا بالعمل الاداري في المريخ. وديل انت بتخطهم مشوره انت مجلس يا جديد، وبالذات المجلس ده ما فيه وجوه قديمه. إذا استثنينا طارق المعتصم يمكن يكون أخذ تجربة، وطارق ما استمر
استغل اشياء هو شافها في المجلس، والمجلس ده ما ماشي لقدام ما حيعمل حاجه، استغل طارق. استغل ايوه ما في ما في ما في ما في الخبرات الاداريه، ما في. هم صح شباب وكانوا متحمسين للعمل ودارين يعملوا، لكن ما قدروا يمشوا في الخط اللي هم رسموه وتاهوا، وبيقول للاسف بيقوا يمشوا مع التوهان ده، بيقوا يمشوا فيه ما قدروا يرجعوا من الحته اللي مشوا عليها غلط بيواصلوا فيها. طيب قبل ما نعود لفقره جديده، نعود قبل ان نعود لغرفه التحكم، يعني حاليا طبعا ادم عبد الله سودوكال هو بيعتبر حتى في راي الفيفا رئيس المريخ، وفي راي كمال شداد هو رئيس نادي المريخ. يعني المريخ كيان كبير وتاريخ عريق وامه، يعني مطلوب شنو من سوداكال يعني في الفتره المتبقيه اذا اعتبرنا؟ والله الفتره المتبقيه كل جمهور المريخ حيقول لهم شكرا جزيلا اذا وصلوا لحل مرضي وشافوا وساعدوا الاتحاد او ساعدوا انفسهم هم او ساعدوا المريخ على تكوين لجنه تدير المريخ لفتره محدده لحد الانتخابات، ويجيب المجلس يجيب لحد هنا والناس تقول له ما قصرت وخلاص عملوا عليهم وخلاص. لانه الان المجلس والمريخ، المريخ ماشي في بطوله افريقيه، انا بقول لك ماشي بطريقه كويسه، واللاعبين اعدادهم ده كله على جنب، لكن في شغل اداري ثاني ما مظبوط. وزي ما قلت انت الاداره ما فرق كره قدم. اوكي، احنا نستاذنك استاذ ابو العلا محمد البشير الصحفي. نعود لغرفة التحكم نشاهد ماذا أعد الإخوة في غرفة التحكم. يسرني ويسعدني كثيرا أن أبين للإخوة المشاهدين بأن اجتماع اللجنة المنظمة المحلية برئاسة الأخ باشمهندس الفاتح أحمد باني نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة المنظمة مسابقات الاتحاد انعقد ظهر اليوم، وكان متعلقا بالمباراتين الهامتين للناديين الأمل بتاريخ 22 مع سيلتاس من بوركينا فاسو، ونادي المريخ يوم 23 مع نادي أنيمبا النيجيري. حضر جميع أعضاء اللجنة هذا الاجتماع خاصة الجهات المختصة، وقد تم إبلاغهم بكل التفاصيل المتعلقة بالإجراءات والضوابط الخاصة بتطبيق حرفي للبروتوكول الصحي الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم، لأن حياة الإنسان هي أهم وأغلى شيء عندنا وليست المباريات. قدم مندوب كل نادي تنوير عن وصول الفريقين، يعني كل فريق مكان سكن وغيره، إلا أن نادي أنيمبا لم يوضح حتى الآن مكان السكن، وحاليا نواصل اتصالاتنا مع السفارة النيجيرية حتى نقوم بالإجراءات التأمينية اللازمة إن كانت صحية أو أمنية بصفة عامة. أما فيما يتعلق بمباراة المريخ، وقد حضر الإخوة الأعزاء من نادي المريخ كما حضر المدير التنفيذي لنادي الهلال والإخوة المعنيين داخل الاتحاد في التأمين الكامل لهاتين المباراتين بالصورة المطلوبة كما حدده الاتحاد الأفريقي. الاتحاد الأفريقي استلمنا منه خطابين، واحد قبل عدة أيام والآخر اليوم، متعلق بتدريبات الأندية المشاركة والأندية التي ستحضر للعب في السودان، خاصة وإن كل أنديتنا مشكور نادي الهلال قد وافق أن تلعب كل المباريات في استاد الهلال، وكذلك المنتخب الوطني، ومشكورين على هذه البادرة الطيبة، وهم جزء من هذا الكيان الكبير اللي يضمنا كبيرا جميعا وهو الاتحاد السوداني لكرة القدم. تم الاتفاق بموجب هذه الرسائل على أن يتدرب الفريق الذي سيلتقي بنادي الأمل عطبرة غدا الساعة 2:30 لغاية الساعة 3:30 في نفس استاد الهلال، ورحب نادي الهلال لأنه التعميم الأول قرر أن يختار أي ملعب للتدريب، ولكن يسمح لهم يوم 21 للفريقين المتباريين مع أنديتنا أنه بزيارة للإحساس بالملعب، يعني المشي حول الاستاد وليس
التدريب، يعني المشي حول الملعب وليس التدريب فيه. رسالة اليوم قالت تعطون فرصة للتدريب لمدة نص ساعة. الأمل نسق مع نادي الهلال ومع الفريق سيريتاس من بوركينا فاسو على أساس أنه يكون تمرينه بكرة من الساعة 2:30 لغاية الساعة 3:30. بالنسبة لنادي المريخ سيتم إتاحة الفرصة لفريق أنيمبا كذلك عقب مباراة الأمل، أي من الساعة مثلا 5:30 لغاية الساعة 6 أو من 6 إلى 7 حسب ما يتم الاتفاق، وهم الاثنين على صغة تامة. أوضح مندوب نادي الأمل ونادي المريخ بأن الاستعدادات قد اكتملت ويتمنوا أن يسهروا بالمسهر الطيب ويحققوا نتائج إيجابية، كما أكد كل الجهات المعنية ذات العلاقة إن كانت صحية أمنية إدارية تنظيمية بالتطبيق الحاسم، وليست هنالك مجاملة، بأن تطبيق هذه البروتوكولات أمر ضروري، وكما أسلفت إن حياة الإنسان هي أهم من أي شيء وهي رأس مال أي بلد في العالم. نتمنى لأنديتنا التوفيق والسداد وأن يحققوا نتائج إيجابية في الداخل وفي الخارج، كما نتمنى لهلال الخرطوم وهلال الأبيض التوفيق والسداد في مباريات في الخارج إن كانت في غانا أو تنزانيا، ويعود لنا بانتصارات تعيد السمعة الطيبة للكرة السودانية. والاتحاد بكل كلياته رئيسه ونائبه الأول نواب وأعضاء مجلس إدارته العاملين في الاتحاد اتحاداته المحلية الانتقالية الفرعية الأندية تقف وقفة رجل واحد خلف أنديتها، ولا أقول بالتشجيع والمؤازرة لأنها غير متاحة، ولكن بالرسائل بالكلمات الطيبات بأي وسيلة اتصال. ولكم الشكر مجددا على هذه الاستضافة، ونامل أن نلتقي في عديد من المواضيع. ده كان الدكتور حسن أبو جبل الأمين العام باتحاد السوداني لكرة القدم، تحدث لقناة الخرطوم الفضائية صاحبة الحق البث الحصري لقناة المريخ أنيمبا باستاد الهلال الساعة 3:00 الأربعاء بعد غد الأربعاء، ذهاب دور 32 دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. يعني يمكن الاتحاد السوداني لكرة القدم استلم خطابين في خلال 48 ساعة من الكاف الاتحاد الإفريقي. يعني الأول كان بيقول إنه الفريق الزائر حصته التدريبية الأخيرة المران الختامي يكون تحسس لأرضية الملعب، لكن جاء خطاب ثاني يوم السبت أو أمس الأحد مغاير مختلف عن الخطاب الأول. بالتالي يعني بناء على الخطاب الأخير فريق سالتاس البوركيني بوركينا فاسو الذي سيواجه الساعة 3:00 غد الأربعاء باستاد الهلال الأمل العطبراوي في ذهاب الكونفدرالية 32 الأول، سيؤدي حصته التدريبية الساعة 2:30 لغاية 3:30 عصرا، يعقبه فريق الأمل في الميران الختامي. أو ده كان في بالأحرى اليوم الاثنين، وغدا الثلاثاء اليوم الذي يسبق مباراة المريخ أنيمبا، أنيمبا حيتدرب باستاد الهلال ملعب المباراة عقب مباراة الأمل أنيمبا مباشرة. وطبعا يعني دو فترة حوالي ساعة زمن بحثت أنيمبا النيجيري، وصلت الخرطوم في الساعات الأولى من فجر اليوم، ويعني إن شاء الله دعواتنا بأن يحقق المريخ نصر يعني عريض، نصر كبير يسهل مهمة المريخ في مباراة الإياب بعد أسبوع من مباراة الذهاب في نيجيريا. الأستاذ أبو العيلة محمد البشير، يعني مباراة صعبة طبعا، أكيد دوري أبطال إفريقيا بطولة كبيرة، الفرق الكبيرة أنيمبا طبعا فريق كبير صاحب لقبين سابقين يتطلع إلى مراحل متقدمة، والكرة النيجيرية معروفة مواهب وخبرات تراكمية. يعني فعلا فعلا استاذ طارق المباراة صعبة للغاية للمريخ، ما سهلة. أنيمبا من الفرق المتمرسة افريقيا، أنيمبا من الأندية اللي بتعتمد على الأكاديميات، يعني مثلا هو الفريق اللي سجل منه المريخ واربو، ستيفن واربو بصفقة أيوة تاريخية، أيوة كان في أنيمبا، وهو نادي بيهتم بالمواهب من 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 من
الصغر يعني. الآن عندهم طرف شمال وهو لسه يعني تحت ال 20 سنة، صغير السن تحت ال 20 سنة، أنا شفته لاعب مميز مميز جدا جدا، لكن أثق تمام إنه عبد الرحمن كرونجو بيقدر يحد من خطورته، بيلعب فيها تخان، بيلعب في الطرف الشمال، طرف الشمال يعني هجمات نيمبا بتتبني عن طريقه هو وعن طريق ثاني لعب ثاني برضه صغير، وده كله من اكاديميات نيجيريا. انيمبا 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 فريق شرس في الهجوم، شرس جدا. جوميز الفرنسي تابع الفريق ده كما علمت، ووقف على نقاط القوه والضعف، وبيبني استراتيجيته وبيبني خطته على الـ على الـ على اللي شافه، لكن دي برضه ما بتديك الشيء الكامل عن خصمك، فلازم انت كمدرب تضع كل الاحتمالات، تقفل دفاعك بطريقه كويسه، تامن وسطك، تبني هجومك. والحمد لله انه بكري رجع، يعني دي برضه قوه كبيره جدا جدا لهجوم المريخ، عوده بكري دي محمد كبير جدا لهجوم المريخ في ظل الظروف اللي بيعاني فيها، مثلا من نقص كبير، من نقص كبير جدا جدا، غياب محمد عبد الرحمن ذهاب الهلال. نعم. وايوه محمد مهاجم خطير، محمد الان من افضل المهاجمين اللي ممكن تتوقع انه اي لحظه يمكن يمشي اوروبا، اي لحظه عبد الرحمن في اي لحظه، انا شخصيا اتوقع انه يمشي اوروبا. خبره كويسه. أيوة. في الدوري الجزائري. أيوة. حتى وجوده في المريخ. ايوه في المريخ كان بشكل مع بكري ومع سيف ومع المجموعه، احرز هدف تاريخي لوحه في غانا. ايوه مباراه السودان غانا، تصفيات. ايوه هدف كان جميل. محمد دائما اهدافه حاسمه واهداف جميله. يعني افتكر حقيقه محمد عبد الرحمن لاعب يعني ممكن يحترف في اكيد ما في اوروبا. ما في شك محمد مهتم حتى مهتم بنفسه، هو مهتم بيطور نفسه، هو براءه وبينه بنفسه بدون مدرب. يعني محمد بيلقاه ماشي الصاله، محمد مهتم، محمد في تغذيته في كده، هو بينه وبين نفسه بيلتزم ببرنامج. ايوه والاحتراف اللي في الجزائر افاده جدا جدا، لانه الجزائر متطوره في الاحتراف، اللاعبين الجزائريين من الجزائر بيدخلوا فرنسا باحتراف يعني، فدي برضه نقله كويسه كانت. طيب الاستاذ ابو العيلة محمد البشير الصحفي، اقمت بفتره طويله في المملكه العربيه السعوديه. نعم. يعني الاخوه السودانيين في المهجر والسعوديه بصوره خاصه ودول الخليج، يعني كيف ترى روابط المريخ؟ يعني دائما بنسمع في دعم كبير جدا ومقدر وعشق من خارج الاراضي ارض الوطن للمريخ وللهلال ولكل الفرق هنا في السودان. حقيقه والله انا اقول لك حاجه، المريخ محظوظ بابنائه في الخليج، بكل دول الخليج يعني محظوظ جدا جدا، يعني الكل مهتم بالمريخ، والكل لا يضع الخلافات الاداريه تجاه العشق المريخي. انا هسه متاكد انه معظم الروابط دي مختلفه مع مجلس الاداره الحالي كبقيه جمهور المريخ، لكن عندهم المريخ ده هدف خلاص، يعني انه في كيان موجود، المجلس ده ما بيمشي. ففي الروابط اشتغلت وشغاله في السعوديه، في المنطقه الغربيه، في جده والمدينه، في الرياض الدكتور مامون ومحمود الفضلي، والشرقيه برضه الان عندهم نفره كبيره جدا جدا دعوا لها في المنطقه الشرقيه في الدمام بغاية الصادق الشايب والاخ الثاني، ده شغالين شغل للمريخ كبير جدا جدا وحفاجوا بين الناس. لكن الامارات نفس الشيء الشماليه برضه، الناس دكتور جار النبي والمجموعه دي وشنداوي شغالين برضه شغل لدعم المريخ ومواصلين، لكن ام الروابط المريخيه رابطه قطر، هي الرابطه الممكن قطر. ايوه الرابطه يعني ده سند المريخ الحقيقي من الدعم المالي. اعتقد يعني مؤخرا قاموا بعمل ايجابي كبير، تكلفتهم بعلاج احمد أحمد التش والزي اللي لعبوه المريخ في مباراة الذهاب، هم الآن أمس برضو وصلوا معدات جديدة، دي ممكن تمزق فاتورة المريخ في المعدات الرياضية لمدة سنة سنتين تماما، وهي مكلفة، هي مكلفة بالنسبة للنادي، مكلفة لأي نادي مكلفة. والآن المريخ في ظل الوضع المادي ده ما يقدر يتحصل على كده، فرابطة قطر أنا بسميهم الروابط المريخية حقيقة. يعني شوف من حتى من زمن الفتره اللي فاتت زوجها الوالي هم اللي عملوا نظموا المعسكر التاريخي والمباراه التاريخيه للمريخ مع بايرن ميونخ، والمباراه الثانيه برضه مع الفريق الالماني برضه ما اتذكره هو. المهم هم نظموا حاجات كبيره جدا للمريخ، ومستطيعين ماديا يعملوا كل شيء للمريخ حتى لو من غوطه اولادهم حقيقه بيعملوا،
الان رئيس الرابطه بيزو بيزو موجود في السودان وجاب معاه وحضر معاه كميه من المعدات من فنايل. انا اتوقع انه يمكن يلعبها بكره. هو صح الفنايل الاولى جابوها فيها مشكله في اللون الارقام كانت بالرقم الاسود مع الاحمر ما بتظهر كويس، يعني انت بتعاني عشان تعرف ده الرقم ده كم الرقم اللاعب. ايوه فهم استجابوا زي ثاني معدل، قد تكون انا ما شفته لكن قالوا هم عدلوا الصوره دي، وفي اي شغل بيحصل خطا يعني ما مانع، لكن يشكروا تماما رابطه قطر وكل الروابط في الخليج يشكروا على ما يقوم به تجاه المريخ يعني. وشوف قلت لك انهم يعني همهم المريخ، ما في انا 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 مريخابي مستطيع اقدم شيء، ما انظر مش الاداره هو منو ولا هو قدم ولا هو فشل، لا انا ما منوط بي اقدم شيء لعشق انا بعشقه. المجلس ده ما بيمشي الليله بكره بيمشي، لكن اللي بقدم انا قد يكون موجود وثابت بيمشي لقدام. في سؤال يتعلق بجروبات نادي المريخ، نفرات الجروبات الخاصه بجماهير المريخ، هل هي ظاهره صحيه ايجابيه ام سلبيه؟ هي ايجابيه جدا جدا، وانا كنت قريب من الجروبات دي وقريب شديد جدا جدا من جروب رجال حول الزعيم بقياده اخونا عماد عقيد. يعني الجروب ده في فتره من الفترات تتولى رعايه الفرق السنيه الشباب والرديف من مرتبات اجهزه فنيه، من مرتبات اللاعبين حوافزهم، معدات، كله ده قايم به جروب ومشجعين بيدفعوا، موجودين في الخليج موجودين هنا، المهم بيدفعوا وبساهموا وبيعملوا شغل كبير جدا جدا. جروبات كثيره جدا جدا ساهمت في نفرات وساهمت في الان النجيله اصبحت خراب الان دي، الان بيصلح فيها جروبات المريخ، الان شغاله فيها جروبات مريخيه بدا العمل في أيوة. ارضيه استاد المريخ ايوه بدا انا شفته بدا شغالين، لكن ده له وقت، وهي اساسا ارضيه استاد المريخ ما مساعده، هي النجيله الموجوده دار محافظه، فحصل اهمال، حصل في مواد بيجيبوها بتاع حسب تقرير انه في ملوحه ايوه الارض على الارض المهندسين بيقولوا انه في اشكاليه في ملوحه في ارضيه أيوة استاد المريخ ايوه هي دايره متابعه ايوه المهندسين قالوا كده يمكن دايره مزيد من الاهتمام ايوه دايره اهتمام، وكل مره المجلس اهمل الحته دي وكبرت عليه الشغلانيه النجيله خلاص انتهت بقت مشكله. والله يعني المريخ يملك ايضا ملعب للتدريبات جنوب استاد المريخ العالمي ترابي ملعب طيب ترابي يعني ما يعني اقطاب المريخ ايوه المريخ يعني يعني يفترض يتم تنجيله نجيل أيوة. طبيعي بحيث انه يكون صالح للتدريبات مفروض هاي مفروض هو كان بيتدرب عليه فريق الشباب لكن زي ما قلت مفروض هو والله كم مره انا سمعت انه يتولوا مجموعه من الجروبات تولت الموضوع ده لكن ما في شيء ملموس انا ما عارف ليه يعني نحن في بدايه موسم المريخ حقيقه في الايام الماضيه عانى كثيرا وفي الموسم الماضي المواسم الاخيره عانى كي يجد ملعب للتدريبات يعني كل يوم بنسمع ملعب مختلف وبعض الملاعب التي يتدرب عليها المريخ ارضياتها غير صالحه يعني في حفر يعني فعلا بتصيب اللاعبين بتسبب في اصابات لاعبي المريخ فعلا فعلا فيعني فريق بغامه المريخ يعني افترض يكون يوفر ملعب رديف ارضيته ايوه يعني سليمه 100% بحيث انه يعني لا يتعرض لاعبي المريخ لخطر هو هو انت 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 تعلم تماما يا طارق وتعرف انت بتتابع العالم ومحدش في العالم كله الانديه اللي في العالم دي في ملعب خاص ما بتتمرن ما بتتمرن في استاداتها ملعب خاص يعني احنا هنا نحسس على المريخ فتره من الفترات تمارين الفريق الاول تمارين الشباب تخرج كليه حربيه تخرج شرطه خيل جوا الميدان والله العظيم خيل جوا الميدان انت 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 ايوه الخيل عنده اسطبلات وعنده شغل براو بيجيب تخريج بيجي بخرجه ده شغل جيش ده شغل شرطه بيخرجوا بنظام الخيول بيدخلوا في النجيله انت بتيجي تقل الملعب خرب يعني فالمفروض يكون في ملعب رديف المريخ عنده ملعب جميل جدا جدا في العرضه ملعب جميل ملعب كبير جدا جدا مساحته كبيره عليه مدرجات يحتاج بس شويه تنظيم ونجيله نجيله يعني طبيعيه كما قلت وانا اضيف ايضا يعني الاتحاد الافريقي بيقول يعني من ضمن شروط الرخصه ملعب للمباريات بمواصفات خاصه جدا جدا دي طبعا براوى الملعب ملعب للتدريبات يعني صح. يعني اي نادي بيشارك قاريا يجب ان يكون عنده ملعبين ملعب للمباريات وطبعا ده شروط صعبه لانه يعني
موفد الاتحاد الدولي، موفد الاتحاد الافريقي في الفتره الماضيه يعني للاسف في ملاحظات كثيره جدا، حتى على استاد الهلال الاضاءه وضعوا شرط ان تلعب المباريات عصرا، رفض يعني موفد الكاف رفض اللعب ليلا، مع انه الانديه السودانيه متعوده على اللعب ليلا وبيستغلوا لانه دائما الفرق الافريقيه بتلعب عصرا، وده عامل في مصلحه الانديه السودانيه اللعب ليلا. فيعني شيء مؤسف انه حتى اذا مشيت معسكرات مع المنتخب ولا مع الانديه، انا مشيت كثير جدا، يعني مثلا اقرب حته مصر تلعب مع الاسماعيلي وتلعب في استاد، تلعب في ملعب يعني اقل من دار الرياضه، دار الرياضه ممكن تكون مقفوله، لا بتلعب في ملعب عادي، ملعب عادي ما في شيء، مباراه رسميه بتلعبها مع الاسماعيلي مع طلائع الجيش مع كذا مع الجونه، بتلعب في ملاعب كذا. يعني احنا هنا لو لاعب مثلا فريقين سايم وراه ودي بيجيبون تخرج الاستاذ، الاستاذ مستهلك هنا، لو الهلال لو المريخ لو خرطوم مستهلك، هذا الاستاذ فيه استهلاك عليهم، ما 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 في استاذ في العالم يتحمل ده، غلط كبير جدا جدا. عشان كده النجيله بتحصل لها تلف خراب، الاضاءه ما في متابعه عليها، حاجات كثيره، لانه شنو حتى المسؤول من الاستاذ العمال اللي شغالين ما بينقوا الزمن عشان هم يشوفوا الحاصل شنو، ما بينقوا يعني شيء مؤسف يعني شديد. من نصل لمصاف الانديه الكبيره العالميه والله. يعني الانديه الكبيره خاصه الهلال المريخ أيوة. يكون عندها ملعب خاص، ده عنده غدوه المفروض ملعب خاص للمباريات أيوة. أيوة. صحيح، وملعب التدريبات اليوميه فرق السنيه تلعب في أيوة. ملعب عادي ايوه فيه عادي. طيب في قضيه الثلاثي يعني رمضان عجب محمد الرشيد بخيت خميس، يعني ثلاثه لاعبين او بالذات رمضان عجب الغايد الكابتن محمد رشيد يعني مؤثر في خط وسط المريخ، وبخيت خميس العايد لكشوفات المريخ، يعني طبعا موقع الهلال للاسف يعني حس موضوع ما زال معلق في الاتحاد السوداني لكره القدم. هو ما حدث قد حدث، هم مش وقعوا للهلال ورجعوا تاني لصوابهم، انا ورجع صواب ورجعوا وقعوا للمريخ، بخيت برضه نفس الشيء جا للمريخ مشى للهلال رجع تاني للمريخ، الان هم لاعبين المريخ. المشكله وين يا طارق؟ المشكله الاتحاد، الاتحاد ليه بيتعامل مع المريخ كده؟ ليه؟ القضيه دي انت عارف المريخ ده نادي سوداني وانت الاتحاد السوداني، ليه بتتعامل مع المريخ بطريقه تختلف عن الانديه الثانيه؟ ليه؟ افتكر حسب لعبه الفيفا لا دقيقه ما حكايه فيفا، حكايه انه انت عندك الاستئنافات بتجيب بيغل عبد العزيز بيجيبوا أجندة اللي هي بتاعت الاجتماع من ضمنها، أنا الآن عرفت أمس قضية الثلاثي المريخية الثانية، الهلال عنده قضية هي الرابعة في الترتيب، خلوا الأربعة الفوق كلهم نزلوا وين للهلال، حل مشكلة الهلال. وأنا متأكد والله يا طارق أنا حلف القسم المشكلة دي بتاعت الثلاثي دي لو كان الآية معكوسة كانت حلت، وكان رمضان وخبخيت ومحمد الرشيد لاعبين مباراة بعد بكرة مع الهلال يعني المريخ بيمثل السودان أيوة بيمثل الحوجة للفوز أيوة أنت 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 يا شداد ولا أنت يا باني ولا أنت يا عبد العزيز الاستنافات، ليه بتتعامل مع المريخ كده؟ المريخ بيمثل السودان، وجود رمضان بيضيف للمريخ، محمد الرشيد الآن المريخ فيه إصابات، لو رمضان كان ممكن يشكلوا حاجة، الآن الطرف الشمال واحد أحمد آدم بيبو، أنا سجلت بخيط خميس عشان الحتة دي، أنت لمتين يعني لمتين شداد، أنا بقول شداد يتعامل مع المريخ بالطريقة دي، أنت رئيس اتحاد وراجل كبير في السن وراجل خبرة وخبراتك وبتاع كلها، ما كل خبراتك أنت تعامل المريخ في شخص إعلامي يعني أنت بتتعامل لأنه مزمل ضدك مزمل بيكتب، أنت بتعكس المريخ ما مزمل. مزمل شخص رد ليه بطريقتك، اكتب ليه ورد ليه، ومزمل يرد على نفسه، لكن المريخ ما طرف يعني هسه انا متاكد اللي بيحصل ده كله لانه مزمل بيتكلم في حته عن شداد بشخصنا الامور للاسف. ده شيء مؤسف يعني شيء كبير ده اللي حصل، انا كمريخابي اللي حصل انا شايفه كده يعني ما ممكن القضيه دي يعني طولت يعني بتتحسن، ما هو خلاص حتى لو في غاف وقفه، ما انت عندك قانون صح؟ رمضان ونادي ريان الاستئنافات، والله انتوا اخطأتوا كده كده وقعتوا الهلال وده غلط وجيتوا ريان المريخ ده غلط، العقوبه والله كده 3 شهور تقيفوا 6 شهور 7 شهور، انا كمريخ بكون مطمئن خلاص، لكن ما ممكن انا اكون منتظر يمكن يرجعوا لي بكره دي اللي تبقى هسه حيجتمعوا بعد شهرين ثاني، ما حيجتمعوا بمزاج، عبد العزيز بيدعي ناسه بمزاج، بتكون في قضيه للهلال، انا اكرر ثاني للهلال بيعمل لي اجتماع بحل قضيه الهلال، الان حل قضيه الهلال في الوادي النيالي موضوع التلفزه، يعني الموضوع موسم انتهى
وما قضيه هي يعني ممكن تخليها يعني هو الدوري انتهى ويتحسم وموضوع يعني نتكلم في موضوع بتاع تلفزه، اتكلم في قضيه الانيه، القضيه المؤثره على المريخ افريقيا، المريخ بس بيلعب في السودان. المريخ محتاج لرمضان عجب محتاج ومحمد الرشيد ومخيط كبيره في مباراه ثانيه كبيره ورا يعني احنا مهددين بتقليص الحصه لفريقين، واحد في الابطال واحد في الكونفدراليه. الان 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 بكره المريخ بيلعب قاعد يلعب بمصعب كردمان، لاعب جديد شاب ما هو محمد رشيد ما في رمضان ما في بقى في اصابات في ضياء الدين حيلعب معه غالبا التكت برضه مصاب حيلعب غالبا مصعب كردمان، يعني زي محمد رشيد ما بتكون مشكله يعني. حتى انا قلت لك حتى اذا بس اصدر عقوبه، خلي المريخ يستأنف ما يستأنف، اصدر 10 شهور وكم 10 شهور، لكن ما تعمل ما ما ما, ما انت لما تدخل الاجتماع باي اي مكان حتى تبعت الانديه طارق اشتراط الانديه بيت المال ولا كده بتخد اجنده 1 2 3 4 صح؟ بتجيهم كده بالاولويه ما ممكن تتخطى مشكله المريخ اللي هي كانت البند الثاني، ترجع لقضيه هي اساسا ما ماثر عليك الان ولا ماثر عليك افريقيا ولا 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 حتجيب الوادي نيات مثل افريقيا يعني شيء مؤسف يعني. نحن كنا نتمنى مشاركه لا 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 رمضان ومحمد مؤسف رشيد اسف اسف كبير يعني جدا على اللي بيحصل من الاتحاد امام حقيقه. رمضان عجب خبره طويله جدا في المباريات الافريقيه والمنتخب الوطني حقيقة حقيقة. محمد رشيد ما شاء الله طاقه وحيويه اكتسب خبرات محمد نعم اصبح لاعب جوكر بخيت برضه اكتسب خبرات مرخ الفاشر وبقى الان من الاطراف المميزه جدا جدا بخيت. نتمنى انه المريخ يتخطى انيمبا في إن شاء الله. غياب رمضان إن شاء عجب محمد إن شاء الله. الرشيد بقيت خميس ايضا إن شاء الله. طبعا صلاح نمر ايضا انا والله انا اقول لك حاجه، المريخ بمن حضر المريخ اللي قلت لك الان الكنبه مميزه، لكن انا بتكلم عن عن عن, عن الطريقه اللي بتلعب بها الاتحاد يعني. ممكن الان الصيني بتاع المريخ فيه بدائل قادره تسد الخانات وقادره تعمل الكثير في المريخ، لكن شنو انا بتكلم عن حته انه ليه مثلا قدرت طول كده ليه، وده ما موضوع ما موضوع نتكلم عن طويل دي حقيقه. طيب نستاذنك ابو العلا محمد البشير نعود لغرفه التحكم. مشاهدينا الاعزاء نشاهد ماذا اعد لنا الاخوه في غرفه التحكم. هذه الفتره برعايه شركة الخندقاوي التجارية المحدودة للأصالة عنوان. شركة الخندقاوي التجارية المحدودة إحدى كبريات الشركات السودانية في مجال استيراد وتجارة الوابورات الزراعية وطواحين الغلال والمولدات الكهربائية ومعاصر الزيوت والإسبيرات. شركة الخندقاوي الوكيل الحصري للعديد من الماركات التجارية المميزة ذات الشهرة الواسعة في الأسواق السودانية الصينية الهندية واليابانية. شركة الخندقاوي انتشار واسع عبر فروعها في ولايات السودان المختلفة مما سهل وصول خدماتها للمستهلك بيسر وسهولة. شركة الخندقاوي اكتسبت ثقتها باستيرادها للماركات الأولى في الصين الوابورات ذات الجودة العالية جيانغ دونغ الشهيرة الأولى في الأسواق بعدة مقاسات، تعمل بالتبريد المائي مع التشغيل اليدوي والآلي، كل ذلك مع توفر قطع الغيار، والماركات الهندية الأولى لستر بكل مقاساتها بجانب طلمبات المياه الزراعية والطواحين وحجارة الطواحين الهندية جراند ماستر مارشال وشويا بمختلف الأحجام. شركة الخندقاوي توفر لك كل هذا مع قطع الغيار والسلع الأخرى ذات الاستخدام الحيوي في الحياة اليومية، مفارم، سحانات، بناشر. شركة الخندقاوي التجارية فقط، زورونا وستجدون ما تبحثون عنه. المراكز الرئيسية الخرطوم جنوب مسجد فاروق، أم درمان شرق البسطى، أم درمان سوق المحاصيل، أم درمان السوق الشعبي، شندي، الدامر، ربك، المناقل، الأبيض، نيالة، القضارف. شركة الخندقاوي التجارية المحدودة للأصل صالة عنوان. أحمد أنت الزول ده مش بتعرفه؟ هاي بعرفه يا مريم يا أخي. متفتحه في الموضوع ده؟ بس ما صعب أفتح مع عثمان الموضوع ده. خليه عمي حسن أديك فكرة؟ يا أخي أنت ما تعزمه. أحمد وعثمان أصحاب من زمن المدرسة، وعشان موضوع الخطوبة ده عثمان محتاج له عزومة ظريفة ويتفتح الموضوع ويطول الحكي، ولما ينجض الكلام ها عثمان اتفقنا؟ خير نتشاور يعني نعطي؟ راح يا أخي. وبدت العزومة، صحانة طالعة وصحانة نازلة، وهاك يا مشاوي وهاك يا سلطات، وطلع عثمان عازم أصحابه كمان يا شباب.
أحمد اتوتر شديد والفاتورة كل ما لها مش بزيد. الحساب يا شاب. اتزنكت؟ ولا تشيل هم. بطاقة بنك درمان الوطني بتديك السقف الأعلى للسحب 500,000 جنيه بالجديد وبالقديم 500 مليون، يعني تخطب وتعرس وتفرش بيتك مرة واحدة، وده كله في يوم واحد. بنك درمان الوطني، ملتزمون باستدامة التفوق. كل يوم جديد بيشرق علينا، بنفتخر فيه بماضينا، ونفتخر أن عظماء التاريخ كانوا جزء مننا. بنتذكر أنه نحن عندنا تاريخ عريق بمهد لأولادنا أحسن طريق. وبننبسط أكثر لما صفاتنا السمحة تحكي عننا. سباقين دائما في الإنجاز، لأنه ما بنقبل غير الصدارة، وحريصين جدا على مكانتنا المزروعة في القمة. غرسنا بذرة أملنا وحصدنا نجاحات دعمت عملنا. عبرنا ووصلنا وأرضينا طموحاتنا. في حساب السنين كملنا 60 ولسه مكملين. مصرف المزارع التجاري، ماض عريق وغد مشرق. البدايات أحلى لحظات حياتنا، وكل بداية لها سحرها وجمالها. من أول لحظة تعلمنا إنه نعيش الحياة مهما طعمها اختلف، ولحد اللحظات اللي حققنا فيها الهدف بنبدأ بنفس الشغف. وحتى لو كانت البداية أبداً ما سهل، المهم إنه دايماً خطواتنا في السكة مواصلة، وعندنا بدايات عمرها ما حتكمل، ودايماً فرحتنا بيها زي الأول، ودي اللي بنرجع عشانها مهما الزمن طول. لأنه اللي بنبداه من القلب بنكمل به الدرب، ولما تكون المحبة بدايتنا بتحلى حكاياتنا. وعرض 10 علينا من سوداني، البدايات لها طعم تاني، بداية الكلام مع الأحباب بدون حساب. من سوداني لسوداني، أول 10 ثواني مجاني. سوداني وخليك سوداني. جايك اللي بيفهمك، جايك اللطيف السريع الخفيف، جايك القريب، جايك اللي بيعزك، جايك رفيقك اللي حيكون معك طول. لو سمحت أقول لي فاتورة كم عازم الشلة أهالي شمت لم فوري فيه ميزة راحة ومان بلغة فوري أيوة في كل مكان بسهولة بدفع وسرعة كمان شايف الجامعة جاتو محتاج الرسول كيف معاك والعمر محسول هل كل محال قبل إن كان أيوة في كل مكان بسهولة بدفع وسرعة بقف في صف لا بقف طابور ده فوري السريع محلول ضمان بلغة فوري أيوة في كل مكان بسهولة بدفع وسرعة كمان فوري أقوى وأسرع ده زي الريح انزحام الكاش بيه مستريح فوري لي رفيق في أي مكان بلغة فوري أيوة في كل مكان بسهولة بدفع وسرعة كمان تطبيق موبي بانك وضفنا فيه أكبر قاعدة دفع ومعاملات مصرفية، وبقت معاملاتنا سريعة وفورية لكل الناس بسرعة وأمان. فوري حتلقاه في كل مكان قريب منك، سهل وبسيط بدون تعقيد. مع فوري انت القوة، لأنه الأقوى بين يديك. بلغة فوري أيوة في كل مكان. هنا يا الملك ده شايل لك خبر بك فيه هنا على تقول بسم الله فيه هنا مليوه مليوه سيركشة سمعني للسماء
صب هجين السباح مبالغه. وانت مالك اخوي حاسد ولا بغران يعني؟ ما وراني اشتراه من وين لكن؟ كيف يعني ما وراك؟ داري غنج والله هنا. داري غنج؟ هو غنج عديل. غنج؟ اي. يا غنج علينا نحن؟ اه. اصبر لي بس دقيقه دقيقه. دي مو فايق. الركشه السبع ضاير لي. طاير لي نزلوا لي عليك نزل لي نجدلوا ليك نزلوا انزل انزل ما لنا في شنو هون ما والله زي جدلك هسه خلوه الركشه دي السمحه دي جبتها من هنا يا يعني. اخواننا دي انا جبتها من شركه الخندقاوي التجاريه كاد اي سي واسمها شنو؟ اسمها شنو؟ بياجو اخواننا الركشه دي بياجو وبتتميز بشنو من الركشات الثانيه يعني؟ اخواننا دي فيها ميزات مبالغه ما بتحتاج لصيانه دوريه افضل يا اخي يا زول بعدين دي يعني لا كباب لا ريالات لا ده كله ما بتحتاج له ولا بتحتاج لحرق عادم يعني مصاريف لا الصيانه دي كنت فوق جيبك بس والله كلامها يعني عشان كده خرجت اهو ثاني اخواننا اول حاجه فيها الزيت ده الزيت ده الزيت اخواننا الزيت ده تغيروا بعد 2000 ل 2500 ابو الزفت زاد الركشات الثانيه من 500 ل 700 هاي بتشتغل بالبنزين والزيت برضه؟ لا دي ما محتاجه لخريطة افضل يا زلمة بنزينك مباشر يعني حق الزيت ذاته في جيبك في جيبك والله توفير إزبيرات متوفرة في كل الفروع بتاعت الشركة أصلية كمان ها شو؟ الله ده كلام أها بالنسبة للفلتر الفلتر بتاعه هاي بتغير 15000 كيلو فلتر الهواء فلتر الهواء هاي 15000 كيلو يدري خبوفا والله ده معناها كم شهر كده حتى الواحد يغيره هاي كم شهر؟ الله ده كلام عجيب لا خلاص هذا عربية عديلة هاي من دربنا دو عليهم هاي امشي عليهم طوالي انت انا كنت الحياه السمحه دي كلها عارفها ما بتجيبنا مالك اركب وفوت امش 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 على غتيت امر وامر وامر امشي اها من هنا ماشي لوين احنا من هنا شركه الخندقه والتجاريه كي تي سي راسا اروح مع بيايو لحاجة ما بتحتاجه هاي سكاب لصناعة الإسفنج تعني الجودة القوة مع المرونة هاي سكاب المصنع أم درمان تقاطع الصناعات مع سوق الشعر هاي سكاب ننتج مراتب الإسفنج بجميع المقاسات جلسات عربية عالية الجودة على أحدث طراز من هاي سكاب الفرشو اللي بيقدر علينا بنور هاي سكاب القوة مع المرونة المشاهدين الأعزاء مرحبا مجددا في استوديو الفترة المفتوحة مباراة المريخ أنيمبا حصريا على قناة الخرطوم الفضائية الساعة 6:00 PM بعد غد الأربعاء باستاد الهلال ذهاب دور 32 دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم يعني إن شاء الله في فترات مفتوحة متواصلة كانت الفترة المفتوحة الأولى بخصوص المريخ أنيمبا الساعة 6:00 PM اليوم غدا فترتان مفتوحتان غدا الثلاثاء من الساعة 3:00 PM إلى 5:00 PM وفترة مسائية من 6:15 PM حتى 8:15 PM وبعد غد الأربعاء يوم مفتوح متعلق بمباراة المريخ أنيمبا دعواتنا وإن شاء الله يعني ينصر المريخ في مباراته مباراة مهمة جدا جدا أنيمبا فريق كبير صاحب ألقاب وبطولات على المستوى النيجيري والأفريقي أيضا دعواتنا موصولة للأمل العطبراوي بالفوز على ضيفي سالتاس البوركيني عصر غد الساعة 3:00 PM باستاد الهلال الذهاب دور 32 الأول في الكونفدرالية الإفريقية وبعد غد الأربعاء هلال السودان يحل ضيف على الأشانتي كوتوكو في غانا ذهاب دور 32 وأيضا بعد غد الأربعاء هلال اللوبيت في الكونفدرالية الإفريقية ذهاب دور 32 يواجه نامونغو التنزاني في دار السلام التمنيات والدعوات إن شاء الله بالتوفيق والنصر المؤزر للفرقة السودانية الأربعة وهي تخوض غمار هذه المباريات الإفريقية المهمة وحقيقة هي مباريات صعبة جدا إن شاء الله التوفيق حليف الأندية الأربعة يمكن نادي المريخ نادي عريق طبعا تأسس رسميا 1927 وإن كان قبل ذلك من العام 1907 يحمل اسم نادي المسالمة 1908 تحول أو بدأ
تأسس نادي المسالمة 1908. في 1927 تحول اسم نادي المسالمة لأنه أصبح يعني بسبب أنه أصبح يضم لاعبين من خارج حي المسالمة شمال سوق أم درمان، رأى البعض أن يتم تغيير اسم نادي المريخ أو نادي المسالمة إلى نادي المريخ، وهذا ما قد حدث، وتأسس بذلك نادي المريخ رسميا، حمل اسم المريخ في 1927. نعود ذكريات وتاريخ المريخ مع قطب المريخ طه صالح شريف، يعني لعب في المريخ 1942 وعمل إداريا بنادي المريخ كسكرتير وعضو مجلس إدارة في دورات عديدة، يعني نزل الله الصحة والعافية للقطب المريخي طه صالح شريف. كاميرا القناة الخرطوم الفضائية الأستاذ الزميل حافظ خوجلي قمنا بزيارة طه صالح شريف قطب نادي المريخ، وتحدث عن تاريخ هذا النادي العريق. يعني المريخ ليس مجرد نادي، إنما يعني أمة كبيرة متجانسة متكافلة، يعني موجودة في ولايات السودان ومدن السودان المختلفة، حتى في المهجر في الخليج وفي يمكن معظم الدول الإفريقية والأوروبية. نعود غرفة التحكم ونستمع جانب من كلمة قطب المريخ طه صالح شريف. والحقيقة أنا عندي أبناء عمتي مرغن يوسف ومحمود يوسف، هم الذين بثوا في روح المريخ، ومنذ ذلك التاريخ 42-43 أنا مريخابي. والحقيقة الواحد بيعتز وبيفتخر بأنه مريخابي، وزي ما قلت غير أنه أنا يعني أبناء عمتي ديل محمود يوسف بتعرفوه من هو من حي العرب، وده مريخابي عريق هو وأخوه وأسرته، يمكن هو خال الوسيل العكام، فهم اللي بثوا في الروح بتاعت العمل في المريخ. أنا كنت أحب المريخ من على البعد، يعني أنا من القراصة وجيت القطينة وكده، متعلق بالمريخ ومتابع لمباريات المريخ. بعدين لما جيت من درمان هنا جيت عشان أدخل المدرسة الوسطى، سكنت في حي الهاشماب وظليت متابع لمباريات المريخ، وكان وقتها بتحصل مباريات للأندية في جامع الخليفة، يعني في مباريات بتقام هناك في دار الرياضة مدرمان هنا، وأنا كنت يعني ما بفوت أي مباراة للمريخ في دار الرياضة مدرمان. بعدين لما جيت مدرمان كان اتصالي بأبناء عمتي هم محمود يوسف ومرغني، ودول يعني مريخاب عريقين، يعني يحبون المريخ حبا جما، وأنا سرت على طريقه وبقيت مريخابي، ما بضارب ما بشاكل، لكن بدافع عن المريخ في كل المجالات. استمريت في المريخ ولعبت للمريخ، يعني أنا كانت عندي شوية كده كورة، يعني لعبت في فريق الهاشماب، وبعدين مشيت المريخ ولعبت مع المريخ مع عباقرة طلب مدني كلول وقرعيم، يعني فطاحلة، وأنا كنت في الوقت ذاك أنا شاب في الجامعة، كنت طالب في جامعة الخرطوم، ولعبت في المريخ وبعتز بالفترة اللي أنا عديتها في المريخ. وبعد ما كبرت وتخرجت وبقيت موظف وبعدين كده
عملت أو انتخبت بانتخاب الحر سكرتيرا للمريخ. يعني عملت علاقات كويسة مع الأندية، ما كان عندنا خصام حتى مع ندنا التقليدي الهلال. كان محمود زروق هو السكرتير بتاع الهلال وأنا كنت سكرتير المريخ، ونحن بنعرف بعض كطلبة كنا، فكانت يعني دي فاتحة خير خلت العلاقة بيننا وبينه رغم التنافس الشريف. يعني تنافس نحن كنا لا نسيء إلى بعضنا البعض، كنا يعني منقدر أخواننا في الهلال وهم بيقدرونا، وبقت الخوة بيناتنا. يعني في عامر لاعب كان وكان بيلعب معانا في الجامعة، يعني نصر الدين أحمد محمود، يعني علاقاتنا كويسة، ما في تشرذم قبيح كده يعني، لكن في كل زول بيعتز بالفريق بتاعه. فالحمد لله الإخاء بتاعنا استمر والمريخ استمر. أصبحت سكرتيرا للمريخ، وكان الرئيس أخونا المرحوم بشير حسن بشير، وكان محمد الياس أمين للمال، وبعدين كان معنا عبد العزيز عبد الرحمن، وعدد نحن كنا زي 10 ولا 11 ولا 12 راجل نقود المريخ، وقدنا المريخ واستطعنا أن نكسب الدوري بدون هزيمة وبتعادل واحد. وعملنا في المريخ مجلس سميناه مجلس الشورى، وده مجلس الشورى دي على أساس أنه يعين له أو يتكون من كبار المريخاب والذين يعني عملوا في المريخ مدة من الزمن، ومعانا برضو الشباب على أساس أنه دي فرصة عشان أنه هم يتدربوا بوجودنا. الحقيقة الواحد عايز يعرج على مجتمع المريخ، وحقيقة المجتمع المريخ مجتمع مترابط وناس أخوان. وأنا بتذكر يعني أنا في مباراة في مباريات في دار الرياض مدرمان، في واحد لاعب ضدنا ضربني، فهاجت جماهير المريخ يعني على أساس أنه من ناحية أخوية ومريخية، كيف هذا اللاعب تضربوه؟ يعني أنا قصدي أنه هذا المجتمع مجتمع مترابط، والحقيقة القوة مكانتي عندهم أني كنت لاعب وأصبحت سكرتير، بعدين عندي أولاد عمتي الاثنين مرغني يوسف ومحمود يوسف من رخاب، فدخلت على مجتمع المريخ. وكان في وقتها أخونا بشير حسن بشير هو الرئيس، محمد الياس من الخزينة، عبد العزيز عبد الرحمن، يعني عندنا عدد من الأخوان كانوا هم في مجلس الإدارة. فمجلس الإدارة يعني كان مترابط وكان مجلس قوي، واستطعنا يعني نحقق كثير من المكاسب للمريخ. طبعا طالت المدة، لكن داخليا وخارجيا كان المريخ قوي والحمد لله. طيب المشاهدون الأعزاء، طبعا كما قلت قبل قليل المريخ نادي عريق صاحب صولات وجولات محليا. طبعا المريخ زار كل مدن السودان، وعندنا طبعا في السابق كان في كاس مشهورة جدا، كاس جوبا، المريخ فاز فيه على الهلال، كانت مباراة مشهورة جدا جدا. والمريخ طبعا إفريقيا معروف بجولاته وانتصاراته. تاريخ نادي المريخ طبعا مر عليه تقريبا حوالي 32 رئيس لمجلس إدارة نادي المريخ اللي تأسس رسميا سنة 1927. أول رئيس كان خالد عبد الله، تلاه سليمان العتباني، محمد خير علي، محمد علي بخيت، يوسف عمر آغا،
محمد بشير فوراوي، شريف أحمد عمر، صدقي إبراهيم، الشيخ إسحاق شداد، محمد سعيد بيومي، بشير حسن بشير، إبراهيم محمد أحمد، فهمي سليمان، يوسف علي أو يوسف حلمي أبو سمرة، دير طبعا رؤساء نادي المريخ منذ 1927، عبد الرحيم عثمان صالح، خليل عبد الملك، بدوي محمد عثمان، محمد شريف أحمد، عوض أبو زيد، الحاج عبد الرحمن شاخور، وده طبعا يعني كان من يعني ربنا يديه وربنا يرحمه رحمة واسعة، كان من الرؤساء اللي يعني في عهدهم المريخ اكتسب شهرة وانتصارات كبيرة جدا جدا، رحم الله الحاج عبد الرحمن شاخور رئيس المريخ السابق، كذلك مهدي الفكي الشيخ، حسن أبو العائلة، فؤاد التوم، عبد العزيز شدو، خالد حسن عباس، عبد الحميد حجوج، ماهل أبو جنة، تاج السير محجوب، جمال الوالي، محمد الشيخ مدني، وأخيرا طبعا آخر رئيس وما زال طبعا هو رئيس نادي المريخ آدم عبد الله سودكال، محمد الياس محجوب، محمد الياس محجوب طبعا برضو يعني من الرؤساء اللي كان يعني معروفين طراس نادي المريخ لفترات عديدة دورات عديدة، يعني المريخ فعلا تاريخ أكيد كبير أكيد ممتد عبر عقود طويلة، ودي دي 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 قيادات لن تتكرر في تاريخ المريخ، يعني التاريخ موثقة في التاريخ بالضبط. طبعا أيضا يعني لفريق المريخ يعني منذ عام 27 إنجازات عديدة في العقود الثلاثة الأولى، طبعا في بعض المسابقات كانت مثل كأس أحمد ياسين في العقود في الثلاثينيات من القرن الماضي والأربعينيات، المريخ فاز بكأس أحمد ياسين 11 مرة، وكأس محد القرش يعني 6 مرات فاز بها المريخ بكأس محد القرش، وكأس البلدية 5 مرات المريخ فاز بكأس البلدية 5 مرات، وكأس أبو العيلة 5 مرات، كأس هنفر 3 مرات، طبعا دي في العقود الأولى في تاريخ كرة القدم السودانية في الفترة من سنة 1930 حتى 1952، يمكن قبل انطلاقة دوري الخرطوم في خمسينيات القرن الماضي. كأس مانديلا طبعا من أبرز الألقاب الفاز بها المريخ في 1989، كأس اللي هو كأس الكؤوس الإفريقية، وعرف باسم كأس مانديلا على حساب بند اليونايتد النيجيري، ده أبرز الألقاب لفريق المريخ. أيضا من إنجازات المريخ كأس الشارقة، إمارة الشارقة، كأس نادي الوسط الإماراتي، سبق المريخ أيضا يعني في خمسينيات القرن الماضي فاز بكأس الإمبراطور هيلا ثلاثي إمبراطور سيوبيا السابق، وعلى المستوى المحلي طبعا المريخ فاز بالدوري الممتاز بمسماه الحديث الذي انطلق سنة 95-1900، 11 لقب للمريخ مقابل 14 لقب للهلال، طبعا الدوري الممتاز أقيم حتى الآن من 95 حتى هذه اللحظة 25 بطولة، 14 الهلال 11 المريخ. الفوز بكأس السودان رقم قياسي للمريخ، 26 لقب 26 مرة فاز بها المريخ بكأس السودان وهو رقم قياسي، والمريخ طبعا يعني بعيد في هذه المنافسة كأس السودان. المريخ فاز بلقب دوري الخرطوم قبل انطلاقة الدوري الممتاز 20 مرة، دي طبعا الدوري المحلي كان هو بطولة كبيرة جدا جدا قبل انطلاقة الدوري الممتاز في 95، المريخ فاز بدوري الخرطوم 25 مرة في الفترة من سنة 51-52 حتى توقف دوري الخرطوم أو حتى انسلاخ الأندية الكبيرة الهلال والمريخ والموردة من الدوري الخرطوم دوري العاصمي في موسم 96-97. من أبرز اللاعبين الذين افتدوا شعار المريخ عبر تاريخه الطويل طلب مدني، عثمان قرعيم، منصور رمضان، سيد سليم، بوري أحمد البشير، حسن العابد، صالح قريب، ماجد، كمال عبد الوهاب، بشرى وهب، الفاضل سانتو، سامي عز الدين، كمال عبد الغني، جمال أبو عنجة، حامد بريمة، أسامة آدم، ريحان سكسك، يعني من آخر النجوم طبعا في الألفية الجديدة الكابتن فيصل العجب، يعني أستاذ أبو العلا المريخ تاريخ طويل، تاريخ أصلا مستمتع وأنت بتسرد التاريخ ده نعم مستمتع يعني جدا، أعتقد أن كل من يعشق المريخ يعني يستمتع بتاريخ المريخ أيوة الطويل، يعني أيوة يمكن أيوة أنا أيوة في حتات كده ما حضرتها كويس، في سنة 30 كان في
مباراة سوق القش. والله أنا 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 قبل ما أعقب لك على كلامك، تحياتي للعم صالح شريف الرجل الجميل الذي تعلمنا منه حب المريخ واستفدنا منه كثير جدا جدا في مشواري الصحفي. وجودي في المريخ استفدت منه كثير يعني، ربنا يديه الصحة والعافية. وكلامه جميل، ودائما طه صالح شريف بيجيد السرد المريخي يعني، تستمتع وهو بيسرد في حياة المريخ. أرجع لك لكلامك، فعلا تاريخ المريخ تاريخ جميل، وتاريخ يعني كل ما تلقى شخص قديم يحكي عن المريخ أنت بتستمتع وبتشيل ده معاك وبتمشي لمرحلة تانية، بيجيك واحد تاني بيحكي لك، هي تسلسل يعني كده. لكن تاريخ جميل، تاريخ مليء إنجازات، مليء بالوفاء والحب والتقدير وروح الفانيلا يعني، زي ما بقول الفاتح جميح ربنا يرحمه، الدم الجاري في روح الفانيلا. فالمريخ التاريخ، الحديث عن تاريخه طويل، ما ما لا تستطيع انت ولا انا ولا المؤرخين، لانه هو تاريخ، تاريخ يعني 93 سنه. ايوه 93 سنه حتى الان على تاريخ المريخ. ايوه، وبعدين كل شخص من الناس العاصرة المريخ من بداياته، كل واحد بيحمل حياة محددة بيقوم يورثها للجيل الموجود فيه وهكذا. في البضيف عليها وفي البحافظ على نفس الحاجات وبيمشي بها لمرحلة تانية. تاريخ جميل المريخ والله. والله طيب أستاذ أبو العلا محمد البشير الصحفي، نعود لمباراة بعد غد الأربعاء، مباراة مهمة جدا طبعا. يعني ما هو المطلوب من الجهاز الفني من اللاعبين حتى يتخطى المريخ أو يحقق المريخ نتيجة إيجابية تريح أو تسهل مهمته في مباراة الإياب في نيجيريا اللي حتكون طبعا يعني كل ما المريخ قدر يحقق فوز كبير كل ما مهمته في نيجيريا مباراة الإياب بعد أسبوع من الذهاب بتكون أسهل. أول حاجة في 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 نقطة، أنا أشيد بآدم سودكال لتعاقده مع الفرنسي غوميز في وقت مناسب. يعني غوميز دي في وقت مناسب يعني تقضي يعني برغم ظروف الكورونا، ظروف الموسم، البدايات كده، لكن هو تعاقد مع مدرب شاطر في زمن مناسب جدا جدا. غوميز قدر لحد الآن أنا متابعتي انه الفريق بقى في اعداد بدني مميز جدا جدا. التدريبات حسب ما سمعت وحسب متابعتي مع زملائي، انا جاي في اجازه وقدر الوقت اللي عندي بحاول اقضيه في الاسره وكده، فلكن متابع، ما مشيت تمرين ما مشيت، لكن متابع. عرفت انه الفريق في حاله جيده جدا جدا. انيمبا فريق خطير زي ما قلت لك قبيل، فيه لاعبين صغار، فريق عرف درب البطولات الافريقيه تماما، عرف الطريق بيمشي له كيف. اكيد لما انت تصل لمكان لما تيجي تعدي ثاني بتستصحب معاك الشيء الايجابي وبتصحح الشيء السلبي اللي حصل لك، فدي خطوره على فريق انيمبيا. انيمبا من الفرق الافريقيه المميز جدا جدا في نقل الكوره وكده. لكن اعود واقول لك انه المريخ عارف، المريخ خرج 3 مرات متتاليه من التمهيدي، اللاعبين في فهمهم انه دارين يمشوا لقدام خطوات البطوله الافريقيه. يعني المرحله المقبله دور بياهل لدور ال 16 المجموعات. المجموعات طبعا ده برضه ده 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 روح تحدي كبير جدا للاعبين. اللاعبين ايوه اللاعبين الان، انا قلت لك قبل انه الاضافات اللي اضاف المجلس ده خلال التسجيلات الماضيه لحد التسجيلات الاخيره اللي فيها وليد عوض مميزه جدا جدا. يعني الان المريخ ما بتشوفوه بنقص يعني، كل خانه فيها بديل ناجح، كل خانه من الحراسه لحد راس الحربه يعني ايجابيه حسب الحوجه حسب الحوجه. لاول مره المجلس العامل بانه هو داير شنو. نعم، في نقص في مثلا في الطرف الشمال، الطرف الشمال الان موجود فيه احمد بيبو وقلنا بخيط خميس. في مازن تحت البيض، هو صغير لكن برضه خبراته ممكن تكون محتاجه لصق. لكن شوف الطرف اليمين عبد الرحمن كرونجو برضه اضافه جديده، هو عايد للمريخ، الاثنين راح بخيطه وعايدين للمريخ بخبره، اكتسبوا خبرات زياده. فالمباراه صعبه، اتمنى انه غوميز
صح نحن نحتاج اهداف، نحتاج اهداف كثيره جدا جدا لفوز مريح، انه تامين الدفاع. أيوة. تامين الدفاع والوسط. تامين الدفاع ايوه، يعني دي حاجات نحافظ على نظافه مرمى فريق المريح. ايوه ايوه ان شاء الله. فمهمه جوميز والطاقم المعاون انه كيف يامن المرمى بتاعه ما يدخل فيه هدف، وكيف يسجل هدف بدري، لانه انت اذا ده تتاهل في نيجيريا، انا اقول نيجيريا لازم تحرز 3 اهداف او هدفين على الاقل دون مقابل، تمشي هناك تلعب دون مقابل. دي انا في رايي مهمه خالص، مهمه جدا جدا، لانه الفرقه النيجيريه المريخ كان فاز على دولفين 6-0 صح ولا 6-1، اخر هدف كان سجله سفاري من كره عكسيه دخل من بعيد شاطه في المرمى. 6 اهداف، انا كنت مرافق للبعثه، 6 اهداف كثيره جدا جدا على النيجيريين. فهم من المطار استعملوا كل الاسلحه، ودي حته مهمه جدا اقولها، انه الاستقبال الفرقه الافريقيه بالاحترام والمثاليه دي ما عنده معنى، ما موجود، ما عنده معنى عندنا، ما عنده معنى. نحن كرمنا السودان خلينا بعضنا، دخلين اللي بيجينا لزياره ساي كده بتاع كده خلينا بعضنا، لكن ما نعمل كرم في 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 كره قدم تنافس. يعني كل الزملاء ديل وكل اللاعبين وانت والاعلام سافروا وشافوا الافريقيا بتتعامل كيف. انا ما شفت تعامل جميل وراغي الا جنوب افريقيا، يعني بتعامل معك تعامل راغي لحد الدوله الوحيده لان شايله حاجه اوروبيه اساسا. نعم. ما 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 افريقيه متاثرين بالحضاره الاوروبيه بالتعامل الاوروبي. نعم. فمباراه دولفين من المطار التعامل بدا سيء، كان معنا المرحوم يداهور سيء جدا جدا، اخروا الناس والجوازات شاله واحد كده عسكري جدا في مكان، يعني كده شغل حرب زي الساعه. ايوه نفسيه يداهور ده اشتغل شغل في المطار ويتكلموا بتاع هو لاعب. ايوه وده عيب وما في حقهم ما صاحت وكدوله ما صاح ونزل بيحترمونه وبتاع. المهم قضى المهم، مشينا وين؟ لدولفين. المنطقه هي بعيده يعني زي القضارف كده. نعم دولفين دي فيها يعني اقول لك عربة يعني جمهور بباص بطياره طياره. فتعامل رف يعني، حتى السكن في الاول نزلوا البعثه في داخليه بتاعت مدرسه تقريبا. محمد جعفر رئيس رابطه دي الصحه العافيه ويشفيه من هنا، انا بقول له وخالص الدعوات لك. كان رئيس البعثه وكان كروجر هو مدرب الفريق. المهم يداهور ده محمد جعفر رفض السكن، المندوب بتاع الاتحاد ومثل النادي النيجيري كان بيقول شنو احنا كده ده عندنا ما عندنا في فنادق. يداهور طوالي قام جاء وكان في فوسة جو يتكلموا معاه انه في فندق هنا في فندقين في المدينه ليه ما ننزل فيهم. قال لي حصل مشاكل بينه وبين يداهور والجمهور النيجيري للاسف دخل واللاعبين موجودين بيسمعوا في الكلام، الجمهور داخل كده بكميات داخل جوا حول اللاعبين واللاعب ما دار تنشنه، انت اللاعب محافظ عليهم من فتره بتاعت الاعداد بيشيل فوق كده لحد ما تدخل الميدان راحته النفسيه وهدوء. ما 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 الازعاج ده ما ينفع مع اللاعب، مضر يعني مضر جدا جدا. كويس المهم اتحولنا البس تحولت لمكان ثاني. يوم المباراه يا طارق انا موجود مع رئيس البعثه محمد جعفر غريش ومجموعه من الاداريين موجودين. الباص بتاع اللاعبين مشى اللي هي حافله مشت الاستاذ مصطفى توفيق موجود مع البعثه مع الجهاز الفني مع اللاعبين، اتصل على محمد جعفر، انا موجود جنب محمد جعفر. يا محمد جعفر حصلنا الوضع خطير جدا جدا. كيف؟ لطيف. ايوه كيف يا مصطفى في شنو؟ قال له والله في الجمهور شايل سكاكين وشايل مطاوي وبطوق في القزاز. ده وين محمد جعفر؟ قال لي الحافله. ايوه بطوق السكين كده وضبح يعني كلام كده ترويع. ايوه اللاعبين ايوه حتى مجاهد محمد احمد كان بيرد عليهم ويقول لهم نحن هنا 4 تاني. اللاعبين كانوا بيتحمسوا بالحاجه دي لكن الشكل كان مخيف ارهاب. سفاري قال لي احنا داخلين المباراه دي ما فاهمين حاجه، قال لي يعني خوفنا، قال لي في لحظه يمكن تخش سكين يعني خلاص الناس دي ما تعرفهم مش عارف بيتعامل كيف. فحتى جوا الملعب التعامل كان رف يعني. ما اتكلم عن التحكيم دي جوانب ثانيه فنيه، لكن اتكلم عن التعامل الاداري. فانا كنت شايل كاميرا حق صحيفه المريخ، كاميرا جديده اشتريناها. فانا في الخط بصور في لقطه واحد من الناس المنظمين يحمل الامن جوا الملعب امن الملعب قال لي ما تصور.
طلعت كده جميله كانت. قال لي ما صغير. قلت له ليه ما صغير؟ قال لي لا ما صغير. وصل حسن يوسف كان المدير التنفيذي وعضو مجلس شاف الموقف جي جاري عليه. جي جاري ده شال الكاميرا وين؟ رمى عليك في الـ في الـ 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 ايوه على الارضيه الحجريه بتاعت الملعب. امام الملاعب رمى الكاميرا كسرت. كاميرا كان اشتريناها ب 5000 دولار جابوها لنا هديه ما عارف رابطه قطر ولا ما عارف. المهم دشتشت كسرها. بعد ذاك جت المباراه جوا والتحاول التحكيم والجمهور يجي جاي ويعني موقف كان. لكن الحمد لله المريخ برضه والاهداف ماشيه علينا ماشيين. انا سجل اهداف وصلت اربعه وضربات جزاء ويضربوا في يعني كده يعني انتهت 4-1 وطلعت بسلام. عشان كده انا داير اقول انه للرئيس البعثه وللجهاز الفني وللاعبين انه المباراه ما بتكون سهله في نيجيريا. يعني لازم الناس تمشي بدري، لازم الوردات تمشي بدري جدا جدا عشان لو في اي حاجه دي كده انت تمتصها وتكون مرتاح في هي. رغم انه المنطقه بتاعت انيمبا منطقه مسالمه، الجمهور اللي بيشجع انيمبا ما زي الجمهور اللي بيشجع دولفين. لا جمهور الراغي وبيشجع الكوره وما في عنف. لكن انت عشان اللاعب يرتاح نفسيا امشي بدري، تعود على المكان، تعود على الناس اللي هناك، يتعود على الملعب نفسه على اساس انك تطلع بنتيجه ايجابيه. لكن ما تمشي في الظروف الكورونا الحاصله دي وتنسى السفر وتنسى كده، تمشي في وقت صعب جدا جدا، تضايق نفسك مع المباراه، تبقى تلعب مباراه باي طريقه انت وضعتك فيها الظروف وخلاص، ودي مشكله. والله افتكر يعني اداره نادي الهلال خيرا فعلت. ايوه السفر ايوه ايوه توجهت الى غانا. أيوة. في وقت مبكر. دي خطوه فايده من الهلال. والهلال له يومين ايوه واصل التدريب. افريقيا دي افريقيا دي لازم تمشي بدري، لانه قلت لك الجمهور فيها شرس، التعامل فيها ما تمام، حتى على مستوى الاكل ما تمام. يعني دائما الفرق اللي بتجي داخل افريقيا من الدول الافريقيه العربيه بتدخل بطباخين. حتى المريض ده كان قبل فتره عنده طباخ برافق برافو اسمه عصام، برافو مع كل البعثات في اي مكان هو طباخ المريخ. اللاعب داير شنو؟ يعني تفاديا لاي ايوه مشاكل. ايوه ايوه بيعملوا لك اي حاجه جايزه. طيب نستاذنك ابو العلا محمد البشير، يعني المشاهدون الاعزاء متواصلة الفترة المفتوحة المريخ أنيمبا حصريا على قناة الخرطوم الفضائية بعد غد الأربعاء الساعة 3 عصرا باستاد الهلال ذهاب دور ال 32 دوري أبطال إفريقيا. نعود لغرفة التحكم ونشاهد ماذا قدم أو عد الإخوة في غرفة التحكم، بعد ذلك نواصل استوديو الفترة المفتوحة. نحيي قناة الخرطوم في مقر الاتحاد السوداني. يعني خلصنا اجتماع تمهيدي لمباريات الجولة الأولى المقامة عندنا، هي مباراة الأمل ومباراة المريخ. فالاجتماع استعرض الضوابط المطلوبة جاهزة. أول حاجة الهلال قدم جاهزيته للمباراة، الفريقين قدموا لنا. طبعا المباراة جاية مع البروتوكول الفيفا اللي هو البروتوكول الطبي، فيه الجمهور وفيه أشياء كثيرة. أمن الجميع على قيام الشرطة الأمنية بتطبيق البروتوكول. بنتفق بكرة في الاجتماع الفني على الدخول، الناس اللي ممكن يخشوا في داخل الملعب وفي خارج الملعب، وتسلم البطاقات للأجهزة الأمنية للتطبيق. الهلال أبدأ استعداده، ونشكر من هنا مجلس إدارة الهلال لاستضافة المباريات يعني فروم A to Z، يعني حتى الضيافة أي شيء، تعقيم الملعب الهلال قال هو متكفلين به. فبنشكرهم وكل الناس يعني شكرناهم على الحتة دي. فإن شاء الله أنا بتمنى بس لأنديتنا في الأمل 22 المريخ 23 التوفيق إنه يحرزوا نتائج طيبة تساعدهم في مباراة الرد. شكرا جزيلا. المشاهدون الأعزاء، نادي الهلال يعني يمكن كواجب وطني بسبب عدم جاهزية استاد المريخ، وأيضا يعني عدم جاهزية استاد عطبرة لاستقبال مباراتي المريخ أمام أنيمبا والأمل أمام سالي تاس ومن قبل كيفي زيت الزنزباري،
الحمد لله يعني الإخوة في نادي الهلال يعني قاموا بواجبهم على أكمل وجه، وقاموا بتجهيز استاد الهلال بصورة مثالية، خاصة لمباراة الأمل عصر غد الثلاثاء، التوفيق إن شاء الله لنادي الأمل أمام ساليتاس البوركيني. وأيضا قام الإخوة في نادي الهلال بتجهيز الاستاد لمباراة المريخ أنيمبا بعد عصر بعد غد الأربعاء في دوري الأبطال. ويعني كان حضور في اجتماع اللجنة المنظمة للمباراتي الأمل ساليتاس المريخ أنيمبا الدكتور محمود السير المدير العام بنادي الهلال، وتحدث الدكتور محمود السير الأمين العام بنادي الهلال لقناة الخرطوم الفضائية تحدث عن واجب الهلال تجاه جاري المريخ وواجبه الوطني أيضا. يعني الهلال أقيمت فيه المباراة الكبيرة في الفترة الأخيرة السودان غانا، والحمد لله يعني شهدت فوز غالي جدا للسودان بهدف محمد عبد الرحمن. نسمع الدكتور محمود السير الأمين العام بنادي الهلال ماذا صرح لقناة الخرطوم الفضائية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. نرحب بقناة الخرطوم وهي في سعيها لتغطية الأنشطة التي تساعد في إبراز المجهودات المبذولة لنقل المباريات الإفريقية للفرق السودانية كافة. ومرحب بهم. نحن في نادي الهلال نؤكد أن نادي الهلال جهز الجاهزية الكاملة من الأستاد، الملعب، غرف اللاعبين، المراقبين، الحكام، وطبعا في هذه المباريات جميعها هي نسبة لجائحة الكورونا هي مباريات بدون جمهور، ولذلك نأمل إنه الجمهور يعني يتفهم هذا الأمر لمصلحة الأفراد كأفراد في صحتهم العامة، ولمصلحة الأندية نفسها المشاركة، خاصة الاتحاد الأفريقي له ضوابط صارمة وعقوبات تطال أي فريق يتجاوز هذه الأشياء. ملعب الهلال سيكون جاهز لمباريتين، المباراة الأولى هي مباراة الأمل والمباراة الثانية هي مباراة المريخ. وطبعا كانت في إشكالية حسب اللوائح المنظمة للكاف إنه الفريق الزائر يجب أن يلعب على الأقل أو يتمرن قبل المباراة بيوم، ودي دخلت الناس في بعض الإشكالات، لكن بفضل المجهودات المبذولة والتنسيق الذي تم مع الاتحاد السوداني تم الاتفاق على أنه يتم تمرين الفريق الأمل في الزائر لفريق الأمل قبل المباراة بيوم، أما الفريق الزائر لفريق المريخ سيتمرن بعد مباراة الأمل ويتحسس الملعب بتاعنا، وإن شاء الله حنكون جاهزين. نحن الاحتياطات المعمولة في هذه المباريات إنه الدخول لعدد أفراد البدير وهذه المباراة والأجهزة الفنية فقط، ولذلك نحن مستعدين وفي تعاون تام ما بين الأندية الكبيرة بحكم المسؤولية بتاعتها، ونحن في الهلال بحكم المسؤولية الوطنية والتقدير للجهد المبذول من الاتحاد السوداني والأندية، نرحب بكل الأندية للمشاركة في أستاد الهلال، وسنكون كل إمكانياتنا في خدمة الفرق القومية، متمنين لهم انتصار يسعد الشعب السوداني جميعا ويسعدنا في هذا البلد الذي يحتاج أهله إلى مثل هذه الانتصارات لرفعة اسم السودان، والله الموفق. أستاذ أبو العلا محمد البشير الصحفي، يعني بادرة طيبة جدا من نادي الهلال استضافة مباراة الأمل ساليتاس ومن قبل الأمل كيفي زيت الزنزباري والمريخ، يعني أيضا مباراة المريخ ودوهو توهو الفعلي في الكونغو الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا الدور التمهيدي، وأيضا الآن مباراة المريخ أنيمبا دور ال 32، وتمنياتنا إنه الفريقين يواصلوا مشوارهم في البطولة. يعني الشكر موصول لنادي الهلال، لأنه أنا أتذكر يعني كان في اقتراح إنه المريخ يلعب مباراته في استاد اللبيط،
وايضا الامل يلعب في لبيد، دي طبعا فيها تكلفه سفر بالطائره، البحث طبعا الفريق الزائر المسافه اكثر من 200 كيلو راحلهم بالطائره مكلفة خالص. يعني ما هو تعليقك؟ والله اول حاجه تشكر لجنه التطبيع الهلاليه هشام الصوبات، هشام الصوبات والمجموعه الموجوده معاه في اداره النادي لفتح استاد الهلال لمباريات المريخ والامل. ودي ما مستغرب عن 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 الشعب السوداني بصوره عامه، يعني بعيدا عن مريخ هلال الحته دي. لكن انا اذا شكرت مجلس الهلال برجع طوالي بلوم مجلس المريخ. ليه الاستاد ما جاهز؟ ليه استاد المريخ ما جاهز؟ لا خليه جاهز، ليه وصل المرحله دي؟ هو ما حجز هسه. يعني انا اكد لك الان في شغل، الشغل ده قد ينتهي بعد شهر شهرين. ليه محمد اتكلم عن انه ليه ما جاهز؟ ليه وصل المرحله دي؟ ليه؟ ما يعني المريخ الان له اكثر من موسم بيتمرن برا، بيلعب مبارياته برا، الجمهور بقى مشتت. الجمهور ذاته بيدعم اللاعب بقى مشتت. انت بتلعب مبارياتك المنح لك القانون في الدوري الممتاز او البطوله الافريقيه بتلعبها خارج ملعبك. في حين انه استاد المريخ هو كان الاول في السودان، كان الاول في افريقيا، بدليل انه الفيفا اختاروا او الكاف اختاروا لتنظيم مباراه مصر والجزائر. الفيفا الاتحاد الدولي مباراه كانت فاصله أيوة. دايما نهايه كاس العالم 2010 في جنوب افريقيا. ما اختار استاد المريخ مجامله لزيد او الفيفا لا يجامل، لا يجامل ولا عنده علاقه بالسودان ككل، يعني عنده علاقه بانه داير منطقه محايده. نعم رأوا انه استاد المريخ هو الانسب. انا المفروض من الحته دي استاد المريخ ينطلق ثاني مرجع لورا خطوه، يعني لو طفت فوق اصغر لمبه انا عالجها سريع جدا جدا، احافظ على الجمال اللي كان موجود فيه. الان استاد المريخ ما فيه شيء جميل، ما فيه اي حاجه جميله، لا من برا لا من جوا، لا من الارضيه لا من كشاف، يعني ما في شيء جميل في استاد المريخ الان. يعني كل الجمال يتلاشى. الان الارضيه عشان تصلح وترجع ارضيه تبقى صالحه لاداء مباريات المريخ او الفرق الاخرى اللي داخل الاستاد داير وقت. نسب الدوري الممتاز على الابواب. وبرضه المريخ انا اكد لك المريخ هيلعب مبارياته في استاد خرطوم وفي دار الرياض ومدرمان ملعب الاسره. المريخ بكل تاريخه ده بيلعب في نادي الاسره. ولعب مباراه في دار الرياض. دار الرياض دي مكان ده الهلال لعب وداع ولعب في دار الرياض تاريخ بالنسبه. دار الرياض لعب فيها جاد الله ولعب فيها علي قادرين ولعب فيها ديل، ده تاريخ للاعبين ديل، ما ما ما, ما مشكله. ده اللي بيلعب دار الرياض ده هو لعب الكره الحقيقيه في الرياض. خرطوم الوطني ملعب تدريبات. ايوه لكن تلعب في نادي الاسره مباراه رسميه تحسب على المجلس. احنا من هذا المنبر نوجه الدعوه للقائمين بامر نادي المريخ على راسهم الرئيس ادم عبد الله سودوكان بالاهتمام بهذا الصرح التاريخي استاد المريخ اللي يعني تم افتتاحه رسميا 1964. نعم. طيب نعود غرفه التحكم، المدير الفني للمريخ العاصمي المدرب الفرنسي دي غوميز تحدث لقناه الخرطوم عن استعدادات المريخ. استمع لكلمة المدير الفني دي غوميز. Okay, I'm very satisfied about the players. They work very well. Really, I'm very happy. They are completely committed. They want to go in the group stage. For the club, for the fans, is very important. It's the biggest target of our team this year. We need to grow to the group stage. So we have prepared this match very well, very accurate. It was very important also to work physically, and really I'm very satisfied. I'm very confident. Enyemba is a good team, strong team. With a good player, particularly in the offensive compartment, but you know we are already to fight. We are already to play this match because, like I said, it is one of the most important match of El Merreikh this season. طيب ده كان المدرب الفرنسي دي غوميز المدير الفني لفريق المريخ في حصة تدريبية أمس الأحد، تحدث لقناة الخرطوم الفضائية قال إنه ساتيسفايد راضي عن
الإعداد بتاع المريخ لمباراة أنيمبا، وقال إنهم هم عندهم رغبة قوية جدا اللاعبين بعبور هذه المرحلة والتأهل لدور المجموعات. نتمنى التوفيق للمريخ، وإن شاء الله كذلك الأمل والهلال البيض والهلال الخرطوم، ويمكن نعود لغرفة التحكم. فاصل إعلانية وختام هذه الفترة المفتوحة، استوديو مريخ أنيمبا حصريا على قناة الخرطوم بعد غد الأربعاء الساعة 6:00 عصرا بتوقيت الخرطوم. شكرا جزيلا المشاهدين الأعزاء على طيب المشاهدة.